بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعرض في هذا الفيديو إجراءات تنسيق صفحة إكسل قبل عملية الطباعة. طبعا عملية الطباعة لما بتتم بطريقة فيها نوع من التنسيق بتعكس حرفية وإمكانات معد التقرير في إكسل. ممكن أوصل لأمر الطباعة إما بالضغط على كنترول بي زي ما أنتم شايفين كده، فبيجيب لي صفحة برنت وبيجيب لي على طول بروفا للصفحة اللي هي هتطبع حاليا. فالنهاردة هنستعرض إيه هي الخيارات اللي أنا ممكن أختارها من القائمة اللي موجودة على اليسار. ممكن أوصل لهذه القائمة أصلاً أيضاً بطريقة أخرى، إن أنا بروح على أمر فايل وأدوس على برنت، فبيديني لنفس الصفحة اللي فيها خيارات الطباعة. فلو بدأنا من أسفل بيتكلم هنا على المارجن اللي هي الحدود الخارجية اللي أنت ممكن تسيبها بلانك أو فاضية في الصفحة زي ما أنتم شايفين كده. ففي عندي مجموعة من الخيارات، ممكن إن أنا أختار مثلا نورمال. ناخد بالنا الصفحة بتتغير إزاي لما أنا بغير الاختيار بتاعي. ممكن وايد بتتغير الصفحة، ممكن النارو بيقلل المسافات اللي بيسيبها، وممكن لو أنا عايز أضع كاستم مارجن اللي أنا عايز أحط حدود خاصة بيا، إن أنا ممكن أتحكم بقى في المسافات اللي هسيبها من فوق، بيسألني عن المسافة اللي هسيبها من التوب، عايز تسيبها من عايز تسيب هيدر قد ايه، عايز من الرايت عايز تسيب مسار قد ايه، عايز تسيب قد ايه من الليفت، وهكذا. فدي كلها انا ممكن اتحكم فيها. في حاجة كمان من ضمن الخيارات اللي انا ممكن اتحكم فيها في الكاستم، ان انا زي ما انتم شايفين هو حاطط الصفحة في الاعلى والى اليسار. لو انا عايزه اغير في الخيارات اللي انتم شايفينها دي، هنا في سنتر اون بيج هوريزونتال وفيرتيكال، ممكن اختار واحدة منهم زي ما انا عايز. شايفين بتختلف ازاي؟ هنا جايبها الى اعلى الى اليسار. لو انا قلت له خليها هوريزونتالي، فهي حطها في السنتر اوف بيج هوريزونتالي في وسط الصفحة افقيا. ولو انا عايزها رأسيا برضو بدوس على ده، لو لغيت ده هيبتدي يرفعها لي الى اعلى زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا عجبني الوضع ده، فممكن اقول له ايه اوكي. يبقى انا كده اتكلمت على المارجن وعرفنا ازاي ممكن نغير الحدود الخارجية للصفحة. الزرار التاني هو بيكلمني على حجم الصفحة. فهنا الديفولت كان لتر اللي هو المقاس بتاعه زي ما انتم شايفين. لو انا بغير مقاس الصفحة بيتغير برضو شكل الطباعة. هنا ممكن اقول له A4، فزي ما انتم شايفين الصفحة اختلفت ازاي شكلها. لو هقول له مثلا بدل A4 هقول له A3 مثلا، A3 بيبقى حجم الصفحة كبير جدا، فبيبقى 2 A4 موجودين جنب بعض، فهو استوعب كمية كبيرة جدا من البيانات غير لما كان الـ A4. في عندي أكثر من خيار بالنسبة لحجم الصفحة. الخيار الثالث اللي ممكن اتغير اتلاعب معاه او اغير فيه اللي هو عمليه اللاندسكيب او البورتري. هنا في عمليه توجيه الصفحه اللي هي بالعرض زي ما انتم شايفين، هنا صفحه بالعرض فاسمها لاندسكيب، او ممكن اخليها بالطول تبقى اسمها البورتريت زي ما انتم شايفين كده. كل ده برضو من الاختيارات اللي انا بختارها في عمليه الطباعه. الكولات دي بتفيد لو انا بعمل مجموعه من النسخ من نفس الملف. لو انا عامل كتاب مثلا 100 صفحه وعايز اعمل منه 3 4 نسخ، فانا بستخدم الكولاتد. بيسالني على حاجتين، ال 100 صفحه دول عايزهم يتطبعوا، الكتاب يتطبع كله مره واحده، وبعدين النسخه نمره 2 تتطبع، وبعدين النسخه نمره 3 تتطبع، فهيطلع لي كده من 1 ل 100، وبعدين من 1 ل 100، وبعدين من 1 ل 100. فده هيبقى الاختيار الاول اللي هو كولاتد 1 2 3 1 2 3 1 2 3.
لو انا عايز اعمله انكولاتد، بمعنى ان انا عايز اطبع الصفحه الاولى الاول 4 نسخ، والصفحه الثانيه 4 نسخ، والصفحه الثالثه 4 نسخ، فانا هختار الانكولاتد اللي هو هيبتدي يطبع لي كل صفحه عدد النسخ المطلوبه منها الاولا، وبعد كده ايه ينقل على الصفحه الثانيه. فده طبعا مش الوضع بتاعنا في هذا الوقت. في حاجة كمان اللي هو عملية، لو أنا عايز أطبع مثلا عندي 100 صفحة وعايز أطبع بس أول 4 أو 5 صفحات، فأنا ممكن إن أنا هنا أختار إيه البيجز اللي أنا هطبعها. ممكن أقول له من صفحة واحد لصفحة، أدخل له رقم الصفحة من صفحة واحد لصفحة 4 مثلا، فكده أما أديله أمر الطباعة هيطبع لي ال4 صفحات الأولانيين بس زي ما أنتوا شايفين كده بالنسبة لعملية إدخال رقم الصفحة، فهنا هيطبع لي من 1 لـ4. في برضو خيار آخر اللي هو برنت أكتيف شيت. الأكتيف شيت اللي هو الصفحة اللي أنا واقف عليها، لو إحنا رجعنا هنا باك، الصفحة اللي أنا واقف عليها دي اسمها الأكتيف شيت. طبعا الفايل نفسه فيه أكتر من شيت، بس أنا واقف على الشيت اللي هو نمبر 1، فهو لما أقول له print الاكتيف شيت فهيجيب لي ايه الشيت رقم 1. وزي ما انتم شايفين الشيت رقم 1 ده فيه كام صفحة؟ فيه 20 بيج. الشيت رقم 1 فيه 20 بيج. طب لو انا غيرت، مش عايز اطبع الاكتيف شيت بس، ده انا عايز اطبع ال entire workbook. entire workbook، وخدوا بالكم هنا عدد الصفحات اختلف بقى 23 صفحة. ليه؟ الورك بوك معناه كل الشيتس اللي موجودة في الفايل. الشيت الأول عندنا هنا لو نرجع له، الشيت الأول بيتكون من تقريبا 20 صفحة. الشيت الأول فيه 20 صفحة اللي هو شيت نمبر 1، وفي عندنا 3 صفحات تانيين. فلو أنا هبتدي أقول له كنترول بي وأقول له اطبع الأكتيف شيت بس، فقال لي في عندي لان انا واقف في شيت نمبر 3، فخلينا نرجع تاني للشيت نمبر 1. ايوه، ونقول له كنترول بي، الاقي عندي 20 صفحه. لو انا غيرت وقلت له مش الاكتف شيت، لا ده انا عايز اطبع الانتاير بوك، انتاير ورك بوك، عدد الصفحات زي بقى 23، لانه اضاف الايه الثلاثه شيتس التانيين اللي هو شيت 2 شيت 3 وشيت 4. طيب باقي ان انا عايز ايه طريقه الطباعه، او ايه الميديا، او ايه هو اللي انا الطريقه اللي هطبع بيها الملف. فممكن اطبعه على برينتر، لو انا عندي برينتر اكون معرفه اقول له اد برينتر، او ان انا اطبعه في صوره فاكس او في صوره بي دي اف. فمثلا انا اخترته بي دي اف وبعدين قلت له اطبع دوست برينت، هبتدي يختار لي بعض الاسئله. قبل ما اطبع برضو بختار الكوبيز، عدد النسخ اللي انا عايز اطبعها، فممكن انا اغير عدد النسخ زي ما انا محتاج. لو انا محتاج اطبعه بي دي اف بدوس على برنت، فبيقول لي فين مكان الفايل اللي انت عايز ايه تحفظه، وادي الاكستنشن بتاعه حدده خلاص ان هو ايه بي دي اف، وابتدي اطبع واكمل على كده، وهيطلعوا لي فايل في صوره الايه البي دي اف. طيب في حاجه مهمه المفروض ان احنا نعرفها برده تاني في عملية الطباعة، إن أنا ممكن أوصل للخيارات اللي أنا اتكلمت عليها دي من الصفحة الأساسية بتاعتي من هوم. زي ما أنتم شايفين كده بروح على بيج لاي أوت، فبتظهر لي كل الإيه الخيارات اللي أنا اخترتها في عملية الطباعة من شوية واتكلمنا عنها، اللي هو زي ما شايفين المارجن، الأورينتيشن، بورتري أو لاندسكيب، السايز اي 4 أو الاي 3 أو خلافه. البرنت اريا، البرنت اريا دي الحقيقه مهمه لانه بتحدد لي المساحه اللي انا عايز اطبعها. فرضا ان انا مش محتاج ان انا اطبع كل الايه الفايل، محتاج اطبع جزء صغير منه، فان انا بعمل له هايلايت زي ما انتم شايفين، او بعمل له سيلكشن واروح على البرنت اريا واقول له سيت برنت اريا، خلاص فهو دلوقتي ظبط المساحه اللي هيطبعها هي المساحه دي، او المجال اللي هيطبعه هو المجال ده. فقلت له كنترول بي دلوقتي هلاقيها جاب لي ايه الجزء اللي انا اخترته بس في عمليه الطباعه. بدوس اسكيب وارجع للصفحه تاني، فلاقي في عندي بعض الخيارات التانيه ان انا ممكن اشتغل عليها في عمليه الطباعه. زي ايه مثلا؟ زي عمليه
البريك مثلا، ان انا عايز زي ما انتم شايفين الجدول دوت كبير جدا وماشي في 20 صفحة زي ما احنا قلنا، فانا عايز ما اطبعوش بالطريقة دي، عايز اطبع مثلا مجموعة من السطور او مجموعة من السطور اللي هي لغاية 5 مثلا، الصفوف لغاية الصف رقم 5، عايز اطبع اول 4 صفوف لوحدهم وبعدين ابتدي صفحة جديدة من اول الايه رقم 5. فبقف على رقم 5 زي ما انتم شايفين كده واقول له ايه، ادوس على بريك، فبيقول لي ايه انسرت بيج بريك، فاقول له انسرت بيج بريك. تمام، لما عملت الامر ده هبص الاقي ان ابتدى قبل الصف رقم 5 حط لي خط جراي او خط رمادي خفيف زي ما انتم شايفين اللي انا ماشي عليه دوت، اللي هو فصل الصفحتين الأولى عن الثانية، بقت دي صفحة لوحدها ودي صفحة لوحدها. طب نتأكد إزاي من الكلام ده؟ لو أنا وقفت على الصفحة الأولى وقلت له إيه؟ كنترول بي، أشوف إيه اللي هيطلع. ده يمكن بيتكلم على البرنت أريا، نقول له كلير برنت أريا الأول عشان اللي إحنا حددناها قبل كده، وبعد كده أقول له كنترول بي تاني أشوف هيطلع إيه. فكده جاب لي الإيه الأربع صفوف اللي هم موجودين قبل ما أنا إيه أعمل الإنسيرت بريك. الصفحة التانية لو أنا رحت من السهم ده كده هبص إيه جاب لي الصفحة التانية زي ما أنتوا إيه زي ما أنتوا شايفين. طيب في حاجة كمان اللي هو عملية الانسيرت تايتلز. لو أنا محتاج دلوقتي في طباعة الملف دوت قلت له كنترول بي فطبع لي أول صفحة فيها 4 صفوف وفي التايتل بتاع الجدول زي ما انتم شايفين اللي هو الازرق دوت. وبعدين جيت اروح للصفحه الثانيه لقيت الجدول موجود بدون ما يكون في تايتل خاص بالاعمده. فالمشكله دي بحلها ازاي؟ ليها حل، هي ان انا بروح على الايه البرنت تايتل، بدوس على البرنت تايتل فبيقول لي انت عايز تسالني سؤالين مهمين. السؤال الأول بيقول لي روز تو ريبيت التوب، إيه هو الصف اللي أنت عايز تكرره في القمة أو في أعلى الجدول في كل مرة؟ فأنا بدوس على إيه السهم ده وأختار الصف اللي أنا عايز اللي هو التايتل الخاص بالجدول، وبعدين أقول له إيه؟ أقول له أوكي. لو أنا عايز كمان أكرر عمود فممكن إن أنا أختار برضه عمود من الإيه الخلية التانية، العمود اللي عايز يتكرر في كل صفحة على اليسار، فبدوس على السهم ده واختار العمود برضو اللي انا محتاج اكرر. فانا مش محتاج هنا عمود، محتاج بس صف، فاقول له اوكي. وبعد كده نبتدي ايه نطبع ونشوف ايه اللي هيحصل. كنترول بي، الصفحة الاولى فيها فعلا التايتل، الصفحة التانية ابتدى يظهر فيها التايتل عكس مكان الوضع في المرحلة اللي فاتت. في حاجة كمان مهمة اللي هي لو أنا محتاج أضيف باك جراوند للملف أو للشيت اللي قدامي، فبدوس على باك جراوند وأختار فايل معين أكون عايز أحطه زي لوجو مثلا المكتب أو لوجو الشركة، وأختار اللوجو وأقول له أوكي إنسيرت، فابتدى دخل لي الباك جراوند زي ما أنتم شايفين في اللي كل الشيت وكل الصفحات اللي موجودة في قدامي دلوقتي. لو ما عجبتنيش الباك جراوند ومحتاج ان انا الغيها بروح بسهوله اقول له ديليت باك جراوند فشال لي كل ايه الباك جراوند اللي دخل. في النهايه اتمنى يكون المعلومه وصلتكم بسهوله، ونراكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.